رئيس الأربعاء وضيفنا في الاستوديو أمين عام الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين المرابطون سيادة العميد مصطفى حمدان، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير إليك ولكل أهلنا في سوريا. أهلا وسهلا فيك، وزيارتك غالية. حديث الأربعاء أول مرة بتكون معنا بحديث الأربعاء. أهلا وسهلا بالمبنى الجديد، مبروك. الله يبارك فيك، شكرا لك. سيادة العميد، يعني عملنا جولة هيك تذكرنا فيها أغلب توجه المواقف والكلمات بالمرحلة الأخيرة من خلال الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللي كان فيها وضوح بالمواقف من أغلب الدول والرؤساء والقادة. شو اللي بيلفت نظرك تحديدا من تجميع، يعني هيك لما بنشوف هاي الصورة العامة، شو اللي بيلفت نظرك بأنه الأمور رايحة؟ هاي دائما السؤال اللي بينسأل بالشارع، بجوز السوري وحتى اللبناني والمنطقة عموما، الأمور رايحة على تصعيد أكثر من اللي نحن عانينا منه بهاي الفترة، ولا لا على ما يبدو ممكن تخلق تسويات معينة؟ اللي بيلفت النظر أنه اليوم الطقس بالشمال بدنا نطلع فيه، مثل ما كنت قلك هذيك سنة كنا أحسن. أنا رأيي حد رأس السنة بنطلع فيه. عافية على الفكرة، وكتير هيك بتعطينا. لا بالعكس بالعكس، نحن بنحب نسمعك. معودين على الإعلام اللبناني يضلوا يصير هو يعمل المقابلة وأنا أسأله. لا بالعكس، نحن بس الإعلام اللبناني عم يتعلم من الكل يعني. أنا كان بس بدي أسألك، أنت كنت بروسيا بموسكو والتقيت شخصيات سياسية روسية، ونحن سرقنا الصور هيك، بعض الصور اللي كنت حضرتك منزلهم. طبعا أنا تواصلت مع مي بصراحة وقلت لها مرقي لي الصور، فأنا هذا اللي كان بدي لهيك حاولت أقطعك بالكلام، أنه شو اللي صار، يعني شو الحكي اللي نحكى؟ فكلام حضرتك هلأ هاي الجولة اللي أو الصورة اللي عطيتنا إياها نوعا ما نحكى فيها هنيك؟ لا أكيد. هلأ اللي يمكن لقائك مع بوغدانوف كمان. بوغدانوف طبعا أنا ما بسمح لحالي أني أكيد أكيد كان معبر البيان. لا نحن عم ناخذ ولكن أنه نوع من المعلومات هيدا بالتحليل، لما يقول لهم في 3 أشهر فترة تقنية لك على الكل بس ربحنا بسوريا. تماما مفهوم، مشان هيك عم نربح لازم يغيروا. إذا نحن عم نربح ما بيسوى نفرج. تمام، هو أنا لهيك صار السؤال تقيل بس لازم أسأله. نرجع للاتفاق الخاص بإدلب، بما أنه وبعدين بفوت شوي بالموضوع اللبناني والمواقف اللبنانية، لكن بما يخص تركيا، تركيا أعلنت إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، والحديث عن أنه تم سحب كل الأسلحة. في مصادر حكت بأنه جبهة النصرة تحديدا لم تسحب كل السلاح الثقيل، وهي مصادر تركية أحيانا حتى كانت عم تصرح بهذا الموضوع. ممكن يصير لعب بهذا الاتفاق؟ ممكن يكون تركيا غير جدية، تكون غير جدية بهذا الاتفاق؟ لابد من الكلام عن صدق المقر. كل كلمة عم تقولها أكيد غالية علينا وإلى قيمتها أكيد كمعلومة، لكن نقطة أنت حكيتها بأنه إذا كان عم تقارن بأنه الوضع التركي ليس بصعوبة الوضع كان في منطقة الجنوب، معنات كلامك بأنه حتى التركي بناء على الممارسات اللي هو عاملها لحد هلا، فكرة لما بيحكي هو بيصرح بالأمم المتحدة بيقول لك أنا هدفي حاليا من منبج حتى الحدود السورية العراقية، يعني هو معبر عن أنه هو عنده رغبة، ما زال عنده رغبة بالعمل في هذه المنطقة، ممارساته موجود هو في هذه المنطقة، ممارساته ما بتورجيك بأنه رح يطلع. فبرأيك أنت الطريقة اللي متأكد منها بأنه رح ينتهى هو عبر أنه ما رح يبقى، ولا عبر الاتفاق اللي المفروض يلتزم فيه أمام الروسي؟ هذه كمان اللي حكيه بالأمم المتحدة الإخوانجي أردوغان شبيه بما يقوله نتنياهو بما يقوله ترامب. يعني بسبب وضعه الداخلي أردوغان تكلم هذا الكلام، ولكن حقيقة الأمر أردوغان اليوم لا يزال ذكرته هلا بالحديث، فانا كمان كان بدي اسال هو مؤشر على ماذا هاي الحاله؟ الديمقراطيه الخاشقجيه بالبيت السعود، انه انتم ليه بتستغرب؟ يعني يتعامل معه كانه حاله اول مره بتصير بالسعوديه. لانه ما بدك. لماذا؟ هذا انا هاي قبل ما نحكي عن الخاشقجي وهذا، هي انا بدي خلينا نحكي حكي ترامب. بعد في صبح بيقول له تلفنت الصبح للكينج سليمان هالحزم، هيدي شو هالحزم مشان هيك قبل ما نفكر بالخاشقجي النظام الحالي عن النظام استغنيت. فينا نقول قد ايه كان بده يسرق منهم؟ هذا تاجر، بس ما تيجي طلع حكي بالامم، لذلك بدنا نشوف هالتصعيد
تماما تماما. انا شو بدي مع كلام ترامب يسعد السعوديين؟ عنده كثير تقارير انه فعلا قلت البطاله بامريكا وزادت فرص العمل. عشان هيك خذوا الامور شو بقى بلبنان هلا، يعني بما انه انت وجهت رساله واضحه، نحن او هذا المحور انتصر او عم ينتصر، فبالتالي لازم المواقف عم يربح. عم يربح، انت قلت نص لبنان بدك تحكي بلغته. طيب عم يربح، طيب شو بدنا نشوف بالفترة القادمة من مواقف؟ هلا في مؤتمر اقتصادي ممكن يدعى عليه مثلا السوريين. الاقتصاد عم يعملوا تهويل لتأليف الحكومة، فعلا بسوريا مش 30 مليار. تمام، مشان هيك بالحكومة رح احكي لك مش نكتة قصة بيحكوها هيدي، ما تولع له السيجارة. لأيمتى هالحكي؟ أنا برأيي معبر نصيب، مثل ما قلت له للرئيس سعد، نصيبك معبر نصيب. شرفتنا. شكرا شكرا لك سيادة العميد، يعطيك العافية. تحياتي لكل أهلنا بسوريا، والسلام والرحمة. أنا بدي أشكرك سيادة العميد على وجودك، على كل معلومة، على كل كلمة قلتها بهذا الحوار. شكرا لك، يعطيك العافية. مشاهدينا، ختام حديثنا لهذا الأربعاء، شكرا لمتابعتكم.